طالع السجل المدني تجيب لي القيد العائلي وتقب وتختص وتجيب لي ورقتين دم وهوبا تقوم ختمها في الدور التاسع من الخزنه قبل ما تقفل، مع العلم ان الخزنه هتقفل كمان ربع ساعه. يا شيخ حرام عليك، ده انا باجي هنا من ايام ما كانت الحسنه دي دم الصغير، بقالي 3 شهور. طب ما انا بقالي 30 سنه باجي هنا كل يوم. يلا يا حبيبي اتكل. تصدقوا تامني بمين؟ قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الفل يا ست الكل. اهو صباح وخلاص. انا كنت بس هستاذن معليكي، انا محتاج شهاده تحركات. حضرتك عارفه بيطلبوها دلوقتي في السفر وانا عندي سفريه كمان كام يوم. الاوراق كلها مستوفيه وجاهزه وزي الفل. تشتغل ايه حضرتك؟ انا ساحر. واسمك ايه؟ اسمي كاظم. كاظم ايه؟ كاظم الساحر. فعلا؟ اه والله بجد، هي جت اسم وشغلانه في نفس الوقت يعني. تطلع السجل المدني تجيب لي شهاده ميلاد مميكنه. طب هنروح بعيد ليه؟ حضرتك عايزه توديني المشوار ده كله وهي عندك هنا؟ اه والله استاذنك من دي. اتفضل. شفتي؟ وريني. لا ما شاء الله يا كزوم. انزل بقى هالدمغه من الخزنه. يعني انت مصره ليه تبعتيني مشاوير؟ استاذنك؟ ها؟ ايه دي؟ مش دمغه؟ اتفضلي يا حبيبي. دي واحده انا عايزه دي. دور كفايه. طب انزل بقى روح هات لي قيد عائلي وفوت علينا بكره. استاذنك بس شنطتك. ده بسم الله الرحمن الرحيم. مش بتاعنا خالص. اتفضل بس على معاك. طب وصور البطاقة؟ هتطلعها لي منين دي كمان؟ لا صور البطاقة أنا كنت عامل حسابي وجايب معايا زيادة يعني، مفيش حاجة. عايز شهادة خبرة. تحليل دم. صايم وفاطر. تحليل هيباتيتس السي والإيدز. يا ساتر. وشهادة الإعدادية والإبتدائية ويركب في حضرتك. حاضر. وشهادة الأطفال والسولات. يا أصحابي وصحباتي هنا ومحلك سر. شوفوا حاجاتي إن بقيت السر. ناس حاولوا صحباتي لسه بتعلمها امبارح. أتمرن عليها. تمام كده ولا في حاجة ناقصة؟ لازم امضي أستاذ عبد الرحيم، وده عيان يا كبد أمه بقاله مرمي في المستشفى شهرين. استنى بقى أما يخف وبعدين أبقى أعدي عليه. استاذ عبد الرحيم مفيش حد هيمضي بداله؟ طيب ممكن اسم امه؟ اسمها سهير. اسمك ايه؟ تعال محمد. سمعوا لي سقفه جامده بقى. اضحك يا محمد. انك ضحكتي عليا وامه ما اسمهاش سوير. حمدي لك هنا مدام رهو. كل سنه وانت طيب. شكرا يا استاذ عبد الرحيم. ماشي جاي من المستشفى بقى. تمام بقى؟ تمام، انت مستوفي كل الاوراق خلاص. طب الحمد لله. تعدي علينا بقى تاخدها كمان 21 يوم. حضرتك انا مسافر كمان 3-4 ايام يعني. يا مدام عشان خاطري انا عندي كورس سحر في روسيا، وكده انت بتضيعي لي مستقبلي والسفر كمان 3 ايام. يا كاظم ما هو لو انت ساحر انا مش ساحره، لازم الورق ياخد وقته يا حبيبي. ايه
صباح الخير كده مدام روى زعلتي؟ ارجع انا بقى المستشفى ازاي دلوقتي؟ اللي بعده.